وأقوى جندي بتاريخ البحرية. جارب شخص معتمد اعتماد كلي على قبضاته والهاكي الخاص به. من أعظم إنجازاته إسقاطه لقراصنة الروكس بالتحالف مع روجر. قراصنة الروكس في زمنهم كانوا أكبر مشكلة تواجه الجيل ذاك بأكمله، ومع ذلك تم إسقاطهم عن طريق تحالف روجر وجارب، اللي لو نقص منه أحد الطرفين منهم لن يتم إسقاط قراصنة الروكس إطلاقا في تلك الفترة. أرجوك ثبتني على الأرض يا سينجوكو، لأنك لو لم تفعل ذلك سوف أمزق ذلك ساكازوكي إلى أشلاء لا تعد ولا تحصى. من أصدق الجمل اللي شفتها في أنمي ون بيس. جارب بالنسبة لي شخص جدا قوي، تقاتل مع روجر قتالات عديدة وكل منهما كاد أن يقتل الآخر. حتى بعد تقدمهم في العمر بلكمة واحدة استطاع إسقاط ماركو العنقاء اللي قاتل الأدميرالات الثلاثة في حرب المارين فور، ومع ذلك لم يخرج سوى بإصابة واحدة كان سببها لكمة واحدة من جارب. فبصراحة أشوف بطل البحرية مونكي دي جارب يستاهل وبقوة المرتبة الثالثة في أقوى شخصيات ون بيس.